السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعين الأعزاء، أخباركم إن شاء الله بخير يا رب. النهاردة هنتكلم في الدرس الثاني الخاص بملفات الوورد وكيفية عمل ملف وورد احترافي. تمام، المرة اللي فاتت أو الدرس اللي فات احنا اتكلمنا ازاي نفتح ملف وورد وازاي ننسق العنوان والتاريخ والبداية، ازاي نعمل نحدد او نحول من الجهة اليسار للجهة اليمين في الوورد، ازاي نغير اللغة الت وشيفت يمين. النهاردة كمان هنعمل اضافة بسيطة ان احنا هنتكلم ازاي نضيف جدول داخل ملف وورد. طبعا احنا قلنا ان احنا هنشتغل على الملف مثلا كبداية، ان انا ببعت خطاب لشركة معينة وعايز منها اسعار لسلع معينة. تابع معايا الشرح. طبعا لحد هنا احنا متفقين ان ازاي نعمل ديت وان ازاي نعمل البداية ونحدد ان هي تبقى في النص ونكبر الخط بتاعنا وازاي نكون التنسيق بتاعنا ماشي ازاي. تمام، كل الكلام ده عارفينه مع بعض. هنا جينا عند النقطة دي وازاي نضيف جدول. هنروح على حاجة اسمها insert او مبابة اسمها insert، وتيجي عند table. table هنا بندوس نشوف انا عايز كام صف وكام عمود. تمام، طبعا انتوا شايفين في الفيديو ظاهر قدامكم الاضافات اللي ممكن اعملها. طيب انا هاخد مثلا، انا عندي مخطط قدامي ان انا عايز النوع والسلعة والرقم او العدد والسعر والاجمالي. تمام، يبقى النوع والسلعة والعدد والكمية بتاعتي او السعر بتاع الوحدة والاجمالي في كام سلعة زي ما انا عايز هضيف. تمام، وليكن مثلا انا هشتغل على 3 سلع. يبقى انا هنا اقول له المنتج، وهنا السعر والعدد مثلا الاجمالي وليكن، وهنا لو في اي ملاحظات ممكن اضيفها. تمام، كل الكلام ده مظبوط. طب هنسق الجدول بتاعي ازاي؟ هضغط كده واسحب بايدي، اضغط كليك شمال واسحب بايدي بحيث ان انا احدد كل، في تنسيقات عندي جاهزة زي كده، انا ممكن انسق زي كده، في تنسيقات جاهزة عندي في الوورد مديني تنسيقات جاهزة. تمام، طبعا انتوا شايفين الاشكال دي كلها، وفي تنسيق انا ممكن انسقه انا بايدي. كل الكلام ده كويس جدا، لكن انا عايز اعمل التنسيق بايدي. انا بقى هقف هنا واضغط على كليك شمال واسحب واجي عند هوم واقول له حدد لي ده بولد واعمل لي ده في النص وكبر براحتي الخط. تمام، وابدا اقول له المنتج 1 انا عايز منه سعره اللي هو سعره 2 مثلا، العدد بتاعنا عايز 100 واحدة، الاجمالي هيكون كام؟ 200. تمام، وعند المنتج 2 عايز منه السعر بتاعه 3، عايز منه مثلا 50، يبقى 150. تمام، وهبدأ انسق في الجدول بتاعي كده. ودي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، ان ازاي ان انا اعمل جدول داخل ملف الوورد. انتظروني في الحلقات القادمة والدروس اللي جاية هشرح لكم ازاي تنسقوا كل الكلام ده وتعملوا البورد بتاع الصفحة، وان ازاي وهنوصل لمرحلة الطباعة وهنتعلم كتير وكتير. بس منتظر تفاعلاتكم على القناة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا مستني تعليقاتكم، اي حد مش فاهم اي حاجة في الوورد او اي برنامج معين، وورد، اكسل، باوربوينت، يكلمني على طول او يسيب لي تعليق وانا اتواصل معاه هشرح له التفاصيل دي كلها. تمام، اترككم في رعاية الله، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناة. سلام.